مرحبا عمو، أنا آسفة على كل شي صار، لأنه أنا المسؤولة عن اللي صار، ولهيك جاي بنفسي لحتى أعتذر. حقكن علي. راجيني، شو جابك لهون؟ بعدين عن شو عم تعتذري منهم؟ هي مو جريمة أبداً إذا حبيتي تعرفي معلومات عن شريك حياتك. حاجتك حكي، وقفي هالمسخرة بقى. أول شي مسحتي دماغ حفيدتي باللعب الفاضي، وبعدها خليتيها تغلط وتعمل شي مو منيح بنوب، وهلأ واقفي قدام الكل بكل عين جارها كمان وعم تصري على حكيك؟ يا جماعة، هاي البنت ما في عندها أب، وما في داعي اشرح لكم كيف هاي البنت اجت على الدنيا. نحن ربينا بنتنا منيح بدون ما نعرفها على هيك حكايات، بس هاي البنت ربيت أم وست وبلا أب، ولهيك شي كتير طبيعي بالنسبة لإلنا إن نشوفها هلأ بلا مربع الخالص. كل الغلط اللي صار هلأ صار من تحت راسها، ولساتها واقفة بدها تحكي، بينما شوفوا بنتنا كيف حاطة عيونها بالأرض. ومثل ما حضراتكم بتعرفوا إنه كل الولاد بيتربوا عصفات الكبار، بس للأسف هاي البنت تربت على الوقاحة وقلة الذوق مثل أمها وستها. شو بدي أحكي لك يا مدام، بس هاي العيلة جابت لمنطقتنا الحكي والسمعة البشعة. بالأول مع ستها وبعدها مع أمها، يعني عن جد بيخجلوا. حاجة بقى خالي، بس أنا ما برضى أني أسمع هاي الإهانات بحق عائلتنا أبداً، لا بحق أمي ولا بحق ستي حتى. وعلى فكرة قلة الأدب والخجل اللي عم تحكي عنهم أنت هلأ مبارح كانوا من طرفك أنت، والهدف ما بيفرق إذا كانت أمي أنا ولا راجيني حفيدتك. أكيد لساتك متذكرة اللي صار مبارح، ولا بتحبي أحكي لهم يا؟ أو غلطانة بشي كنت مستعدة أكل منك ألف كف، بس ما رح أسمح لك تهينيني بأي حرف وأنا مو غلطانة. أهلك كسرتيلي كل الأساور بإيدي، حاسة إنه إيدي انكسرت. لك خلصنا تمثيل حاج بقى. Oh!
هالشي بيخجل. لك هي بتكون أمي ونحن ما منرفع عيوننا بوشها وهي عم تحكي معنا. بقى كيف أنت هيك عم ترفعي صوتك وتردي بوشها؟ أمي معها حق مدام. المشكلة إنها بنت بلا أب وما كان في مين يربيها. بس هذا الشيء متوقع وطبيعي كتير. يلي مو معروف مين هو أبوه أكيد رح يكون بلا ترباية ويغلط بحق الكبارية بهالشكل. يعني شيء كتير طبيعي لأن بنت مو شرعية. بس أنا بحمد القدير بنتنا راجيني مو مثلها. أكيد أمي هي ما رح تكون مثلها أبداً لأنه حفيدتك مرباية. إذا خلصتي هالسخافة تبعك يا ريت تحملي حالك لبرات هالبيت. بكفي بقى وخلي قلة تربايتك وأدبك أنت وستك وأمك تطلع ببيوت الناس اللي مثلكن. مو ببيوت الأكابر مثل هالبيت اللي وسختيه بجيتك عليه. روحي. هيك شي كتير طبيعي بالنسبة لإلنا إنه نشوفها هلأ بلا مربع خالص. هاي البنت ما إلى أب ولهيك ما في داعي أشرح لكم كيف هاي البنت إجت على الدنيا. بس للأسف هاي البنت تربت على الوقاحة وقلة الذوق. بس هاي العيلة جابت لمنطقتنا الحكي والسمع البشعة. بالأول مع ستها وبعدها مع أمها. يعني عن جد بخجلوا. أمي معها حق مدام. المشكلة إنها بنت بلا أب وما كان في عندها من يربيها أبداً. يلي مو معروف مين هو أبوه أكيد رح يكون بلا ترباية ويغلط بحق الكبارية بهالشكل. يعني هي بالنهاية هذا الشيء كتير طبيعي لأن بنت ما لها شرعية. مو شرعية. عفواً أستاذ، نحن بدنا نعتذر على الشيء اللي صار اليوم، بس بدي تصدقني انه بنتي راجيني مو هيك. بس مثل ما بتعرف عنا بالمنطقة في كتير ناس ما بتسوى وبتحاول تخرب على الناس نضاف، وهذا هو اللي صار مع راجيني وهالبنت. ايه بالفعل يا جماعة، انتو شفتوا بعيونكن انه بنتنا ما إلى اي علاقة ولا تدخلت باي شيء. بتمنى تسامحونا لأنه أنتوا شفتوا كيف هالبنت الوسخة حاولت تنزع لمستقبلها لبنتي راجيني.
سيد جادوديا، ليك ما في داعي للاعتذار أبدا. نحن متأكدين من تربايتكم لهالبنت، ونحن متأكدين من سمعة هالعيلة ومن سمعة راجيني كمان. شكلها لهي البنت بيوحي إنه هي محترمة كتير، مع إنها بلا أب بس بتفوت على القلب. أنا كنت عم فكر، بما إنك أنت وراجيني هون، يعني ليش ما منحدد وقت المراسم هلأ ومنحدد يوم العرس؟ إيه يا ريت. ليك بس تعا معي شوي. عن إذنك. سيد درجة، بقدر أعلق تعليق صغير؟ ايه طبعا تفضل. لو بيكون ابنك الصغير متواجد هون هلأ، يعني قصدي انه نلتقي فيه اليوم، لو كان لمرة واحدة بس. هذا الشيء مستحيل يصير اليوم، لأنه هو عنده شغل كتير وما رح يقدر إنه يجي لهون. لا تواخذني. مو مشكلة، غير مرة. من هاليوم انتي صرتي بنتي. طيب بعد اذنكم بتمنى نعمل الخطبة بوقت قريب. مثل ما بدك، بس حدد اليوم والساعة ونحن نكون جاهزين، ومن هون لوقتها بكون أنا زبطت كل شيء. لا تاكلي هم، رح خبرك بكل الترتيبات. من البيت ها؟ صار لي قديش عم حاول حكيكي وانتي ما عم تردي علي. شبكي رؤي؟ اسفة بس كنت حاطة التليفون صامت. مو معقول، بس كنت بدي اقلك انه بنتك مانا هون. وين بدها تكون راحت يعني؟ مو معقول بتضلها برات البيت هالبنت، وبدي اقلها وما بترد. خلص ماما، اكيد سوارة منيحة، لا تبلشي تعملي لي دراما هلا. يعني بتكون عم تتدرب ولهيك ما ردت عليكي. لا تاكلي هما، نحن حددنا عرس بنتنا. ايه طبعا. شو صاير المراسم وهلا تحدد؟ شو هي الضجه اللي برا؟ هلا صار فيكم تبارك. ليش هيك قاعده عم تصرخ يا جماعه؟ حبيبه قلبي. منقول خير. ابصر شو عامله. مو باين معك؟ شو مانك سامعه؟ هنا نحددوا عرس بنتهم وزوجوها لواحد غني. بس في افهم على شو هي طوش الحاره بسواطه يعني؟ شو خفيفه عقل ماما. وليش هيك انتي متضايقة؟ شي حلو انه يزوجوا بنتهم، يعني رح يكون في حفلة. اي دخيلك.
ناقصني جنان. ماما يلا باركولا لراجيني، رح تصير عروس. باركولا لأنه نحن حددنا تاريخ عرسها. صدقيني مو قدراني أعطي فرحتي لحدا. ألف مبروك راجيني، بس وين الحلوان؟ إيش بك لا تخافي، نحن مو نسيانين الحلوان. بوعدك إنه رح نحلل كل بالحلويات اللي بالسمنة. ماما أنا طالع شوي لبرا. هاد انت؟ شو بدك؟ شرميزة وين؟ ليش؟ بدي حكيها كلمتين. قول لي بدك تقوله وأنا بخبرها. أنا هون جاي حكي. تفضل عمي، ومشان خطبتها لراجيني ألف مبروك. أنا ما جيت لهون كرمال تباركيلي، جيت لقلك إنك تضب بنتك وتخليها تعرف حدودها. هذا التصرف اللي عملته اليوم ما راح انساه لها كل عمري، فهمتي؟ ايه شو مفكرنا خايفين منك؟ ليش عم تحكي هيك على حفيدتي؟ خلص ماما، ليش؟ شو صار اليوم؟ شو عملت سوارة؟ روحي واسأليها. بنتك عن جد تخنتها كتير. انا بنصحك انك ترجعي تربيها من اول وجديد. قولي لها انه تحترم اللي اكبر منها وين ما كانت. سمعت؟ راجيني وعيلتي كانت بخطر بسببها، وإذا بتتكرر هالقصة رح دفعك الثمن غالي. إن الرقم المطلوب خارج نطاق التغطية حالياً، يرجى المعاودة لاحقاً. إن الرقم المطلوب خارج نطاق التغطية حالياً. موبايل سوارة مسكر، الحق علي أنا، وكل شيء بسببي أنا. لو أني ما عطيتها العنوان لسوارة، ما صار كل هالشي. أنا آسفة كتير سوارة. حبيبتي وين كنتي؟ شو صار؟ سوارة بنتي، قولي شو صار؟ انتي وين كنتي؟ يا بنتي احكي لي شو صار. شو سوارة؟ ماما، ليش الواحد بيعمل منيحة بتنقلب عليه وفجأة بتتحول لشي معنو منيح؟ ليش؟ شو صار؟ خبريني شو في. اعطيني العنوان وشوفي اذا ما رح تكون عندك كل المعلومات اللي بدك اياها. مين؟ مين هاي؟ أنا
كون سوارة رفيقة راجيني. لا هي مو رفيقة لراجيني، بصراحة هي هي بنت عدوتنا. بصراحة أنا بس إجيت لهون لحتى أشوف العائلة اللي بدها تتجوز منها راجيني وإرجع أخبرك كيف الوضع. بعتذر إذا قطعت القعدة، خلص ليكني أنا هلأ رايحة. هاي البنت بلا أب. تعرفوا نحن منقول إنه الأولاد بيتربوا حسب شو بيسمعوا، وهالبنت أخذت قلة الذوق من أمها ومن ستها للأسف. كلامها كله صحيح، هاي البنت ربيت بلا أب وما كان في عندها مين يعلمها الأدب، وصار واضح إنه العيلة اللي ما بيكون فيها أب تطلع فيها البنت بدون ترباية أبداً، وهي البنت هي أكبر مثال قدامنا. يا عيب الشوم. ماما أنا مو متضايقة لأنه ربيت بلا أب. أنتوا التنتين عوضتوني عن كل شيء، وصدقوني ما بدي أكتر منكم بالحياة، وهي الحياة اللي عشتها ما حد عاش مثلها. بس عشان مليت كتير وأنا عم بتهزأ قدام العالم لأنه ما عندي أب. ماما هاي الندلة والفاجرة شو يعني؟ هي شو مفكرة حالها؟ وكيف بتمد إيدها على حفيدتي؟ بسيطة، أنا بورجيها. ماما لا ماما ايه خلاص بنتي بعدي، ما حدا رح يوقف بوشي، وإذا بتوقفي بوشي يكون بعلمك رح أضربك قبلون. لا ماما خلاص أنا اليوم صار دوري. في وحدة حاولت تضرب بنتي وأنا مستحيل اسكت لها، بدي أفهم شو مفكرة حالها. معقول هن بيشككوا ببنتي وعم يشككوا بتربيتي كمان؟ ايه بنتي يلا روحي وردي عليهم الصاصة عين، عم تفهمي؟ يلا. لا ماما كل شي بوقته حلو، ما بدي انزل لمستواهم هلأ ولا كون شرشوحة مثلهم. هاد هو الفرق بيننا وبينهم، بس بكرة الصبح أنا رح أعرف شو أعمل. بكرة رح رد اعتباري. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.